حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الأعزاء في هذه المناسبة التي نكرم فيها جهودكم يا خدام أهل البيت عليهم السلام، ونبدأ أولى فقراتنا بتلاوة عطرة لآيات الكتاب الحكيم مع القارئ حسين منصور الريبي، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواه هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته
برحمتك ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.